الساعة 6 الصبح الجولاني ورجع له قاموا باقتحام البلد وقصفه، وكان التهديد إن الساعة 9:30 إذا ما منسلم البلد راغمين بده يقصف البيوت فوق ساكنيها. وفعلا بلش في القصف، بلشوا يقصفوا المنازل، بلشوا يقتحموا الأحياء الشمالية للبلد، اقتحموا الأحياء الغربية من طرف سلقين. طبعا فاتوا علينا من عدة محاور كلياته هدفهم جمع الأموال، لأن الجولاني كان مفكر انه هاي القرداحة، هاي الساحلة اللاتقية، هذا قصر بشار الاسد. ليش هو فكر هيك؟ ما شاف اني تكفر خيرين اللي وقفت لجانب الثورة من بداياتها من 9 اعوام، قدمت شهداء ضد النظام في جميع ساحات المعارك في سوريا. شاف اني القرداحة، لاني الزيت، زيت الزيتون في موسم الزيتون نحن هلا، والاموال والجبايات كلها تغطت على عيونه، فصار همه الوحيد هو تكديس المال وجمع المال، امثال البغدادي وامثال اللي عم يحكوا في اسم الدين. الجبهه مو بكفر تخاريم، الجبهه بريف ادلب الجنوبي وبريف حما الشمالي، يلي اخي عم يروح يوم بعد يوم، والنظام عم يتقدم علينا. هون مو جبهه، معركه الساحل اولى، وريف ادلب الجنوبي اولى، وريف حلب اولى. احسن ما عم يقتحموا على كفر تخاريم يقتحموا على ريف ادلب الجنوبي وياخذوا اللي سلموا للنظام. العالم دايت عليا، ما بياخذوا الزكاه، بياخذوها من عباد غصب وبيبيعوا الزيت للعالم بالنظام. ما عم يوزعوا الزيت، اللي عم ياخذوا الزكاه للعالم الفقراء اللي هون، عم بيروحوا بيبيعوا بيع. المنظمات اللي عم تجي اللي عم تدعم إغاثي عم ياخذوا 3/4، والمنظمات بطلت تدعم بسببهم. يا للسل ويا للعار، والخير كلها سوار، والخير كلها سوار.